للحديث أكثر عن صراع ما بعد نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق بين الميليشيات والكتل، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بك دكتور قحطان. يعني ساعات وتحسم أو تحسم الهيئة القضائية النظر في جميع الطعون، ما يعني أن النتائج شبه الرسمية ستكون قد ظهرت. في ظل المناوشات التي وصلت إلى حد القتل للرافضين للنتائج، ما توقعاتك للأيام القادمة في العراق؟ حياك أخي العزيز وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. نحن منذ بدء العملية السياسية وقبلها أفضل الانتخابات وبعدها أكدنا على أن كل الطرق ستغلق، وذلك لتفاقم الخلافات البينية بين القوى المتنفذة المسيطرة وبين أجندات إقليمية دولية تتقاطع في الشأن العراقي، وبالتالي لا أمل في أن يخرج الجميع بأي صيغة هم يؤمنون بأنفسهم. أنا أعتقد أن الأمر سيتعقد أكثر، المحكمة ستمضي الانتخابات هذه بالصيغة النهائية لأن ليس هناك طعون كبيرة أمام المحاكم الرسمية، والأمر ينتهي عند المفوضية، وبالتالي سيذهبون باتجاه تصعيد لأن الجميع استشعر إلى أن هناك شيئا خطرا يداهم وجودهم ومستقبلهم وكشف أوراقهم أمام الملأ، ذلك الكل لا يتفق على صيغة. وأعتقد أن الأمور تذهب باتجاه التصعيد وحتى إلغاء الانتخابات. نعم دكتور قحطان، يعني بحسب مجموعة الأزمات الدولية فإن هناك مخاوف من تناقضات الصدر خصوصا بعد فوز تياره في الانتخابات. السؤال هنا، هل يعني ذلك أن تفاهمات التيارات المتصارعة قد تفشلها تناقضات الصدر؟ بالتأكيد هو صدق، طالما عود الجميع على حالات من التناقض قد يدرك هو ذاته اعتبارها نوع من المراوغة، ولكن احنا كمتابعين ضمن قواعد أساسية نعتبر أن الصدر وأمثاله يدعون لهم انتماء عقائدي أساسي مذهبي قيمي، وذلك المراوغة في هذه الآلية تحصهم الكبير، ذلك لا أعتقد أن الصدر سيذهب بعيدا إلى مناورة، إنما مناورة ووافق على أي صيغة توافقية، أعتقد أنه سيخسر الكثير من قاعدته التي أمل نفسه بها، وبالتالي أتوقع الأمور تتحسن أكثر. إلى سؤال جديد الآن، يعني تيار عمار الحكيم طرح مبادرة على أساس المحاصصة الطائفية من أجل حل الأزمة. السؤال هنا، كيف تقرأ هذه المبادرة وإمكانية التهدئة بين الميليشيات المتصارعة على المناصب؟ أعتقد هذه محاولة لإنقاذ الذات قبل إنقاذ الآخرين باعتبار كبير في بلد واحد، وبالتالي سيغرقون الجميع، ولكن لا أعتقد أن هناك سيستمع إلى هذه المبادرة، وليس بالضرورة أنها مبادرة إيجابية، لأن سبق وأن قدمه مبادرات أخرى سابقا كالتي كانت هناك ما يسمى بالسلم المجتمعي أيضا ذهبت الفائدة، وبالتالي أعتقد أن أمل أن يسمع هذا الاقتراح الذي قدمه الحكيم. نعم دكتور قحطان، يعني إذا كان الحكيم كما يرى البعض لن ينجح فيما فشل فيه قآني، فكيف تقرأ المشهد في ظل هذا الصراع على المناصب بين الميليشيات؟ الحكيم حقيقة هو أدرك خطورة الموقف عليه وعلى جماعته. قآني في رأيي الشخصي ليس يذهب بهذا الاتجاه، الآن أصبحت الأمور إلى محك نهائي باعتبار ان ايران ليس لديها الا ان تضحي احتمال بهذه المجاميع، وهذه المجاميع التابعه لها ادركت ان خطوره وان القتل يحاسب ياتي يوم الحساب، وبالتالي هم يتخبطون في حسابيص ولا اعتقد يصلون الى نتيجه نهائيه. نعم. السؤال الاخير الان، يعني في ظل وجود السلاح بيد كل الميليشيات المتصارعه على المناصب، هناك تحذيرات من قيام الكتل باغتيال نواب فائزين لايصال مرشحيهم الاحتياطيين إلى البرلمان، هل تتوقع موجة من الاغتيالات في الأيام القادمة قد تحدث في العراق مثلا؟ ليس بالضرورة بهذا الاتجاه، ولكن التصعيد أنا أتوقع عليه باتجاه التقاطع بين هذه الفصائل المسلحة ذات الولاءات إلى إيران والولاءات إلى غير إيران، أعتقد هنا يكون مكمن الخطر، لأن عملية اغتيالات الشخوص إن اغتيل واحد أو اثنان قد يلجأ الأخرى ولا هذه اللعبه، اعتقد انهم سيذهبون الى الخلافات البينيه اكثر من خلافات
كما وصف سؤالك أخي العزيز. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.